جامعة الأزهر بقالي ما شاء الله يعني قربت على 40 45 سنة. ما فيش دعوة مثلا جت أو قولوا لنا رأيكم أو قولوا لنا، ما فيش مشاركة. إذا نقدر نقول إن السياسة التي ينتهجها التي تنتهجها المؤسسة الدينية هي سياسة ذكورية بحتة بعيدا عن الكفاءات، حتى لو وجدت كفاءات من قبل المرأة لا يستعان بها. والله هي احنا في دولتنا وفي عصرنا في اي حكم الاحكام، اي عفوا حكم دوله وحكم رئاسي، عمليه الكفاءه دي ما حدش بياخد بالها. يعني ما زال هناك تعصب للمحيطين. وان المحيطين دول هم اللي عندهم الافكار وهو الثقه بقى. وبعدين يا اما الواحد يروح يعرض نفسه على هذه المؤسسة، وإما يتجاهل تماما. يعني أنا مثلا مريت شغالة بالمحبة يعني. أنا مريت في الجامعة بإن أنا كنت من أستاذ لرئيس قسم لعميدة كلية، يعني تبقى فيها كل المناصب، واخد بال حضرتك؟ ومع هذا ما لم يؤخذ رأينا، لم نرشح لمؤتمر، لم نرشح. لماذا؟ ما اعرفش، انا لا اعرف. يعني انا شخصيا مجرد ما طلعت المعاش وانتهيت من العماده، قعدت في كليتي وقعدت في بيتي، اللي عايزني عارفني. لكن هما دايما ينظرون الي ان انا جريئه في القول، ان انا يعني لا اخشى الا الله، واخد بال حضرتك؟ يعني لا يمكن هشترك في الفتاوى السياسية اللي نازلة على طول على طول على طول من دار الإفتاء. ده مش معقول، احنا كده بنوظف الدين لخدمة الحاكم. ومش هو ده الدين. الدين نعم يشمل جميع نواحي الحياة، لكن ما ينفعش أبدا إن أنا أطلع فتوى كل شوية عشان خاطر ممنوع كذا وممنوع كذا والمظاهرات يعني نقدر نقول إن المؤسسة الدينية بدأت تشتغلها سياسة وليس دعوة. شوف حضرتك، هنكذب على نفسنا لو ما قلناش كده. وانا بيتهيألي ان اي مؤسسة دينية في اي بلد لابد ان هي تعمل كده، لا فصل للدين عن السياسة. بالرغم ان هم بيدعوا ان في فصل وان احنا مالناش دعوة بالسياسة. يعني احنا اول ما قامت ثورة 25 يناير كان الأوامر اللي نازلة بمكتوبة وشفوي لينا وللطالبات والكل كله ممنوع الكلام في السياسة. أنا عندي طالبات عندهم نوع من أنواع مثلا الجهالة، التقوقع، العزلة، واخد بال حضرتك؟ أنا لازم أفهمهم وضع البلد إيه، وهو يعني البنت مثل الولد في التعليم وفي كل المجالات. لكن إن أنا يعني اخلي اعتبرها ان هي بنت انثى ويدوب لها واجبها نحو بيتها ونحو ابنائها ونحو اسرتها وبس. وكنت اتمنى ان يتعمل حوار متصل بين الاستاذ وبين الطالبات، حتى ان انا افتح الطالبات دول للقبول معلومات جديده. واخد بال حضرتك؟